من الحاجات الظريفه جدا امبارح والحاجات اللي انا مستمتع بيها، مروان عطيه لاعب الفريق بيحصل على جائزه رجل المباراه. نقطه وهتكلم في موضوع مهم جدا. مروان عطيه جه في وقت فيه اليو ديانج، عمرو السوليه، وحمدي فتحي. ثلاث لاعبين اساسيين، الثلاث لاعبين اساسيين في منتخباتهم. خلي بالنا من الكلام كويس. الثلاث لاعبين اساسيين في منتخباتهم وجاي عليهم حد مروان عطيه لعيب كويس في الدوري المصري لكن اول سيزون ليه في الدوري. بيفرض نفسه مروان عطيه وبيبقى اساسي على الثلاثه. وده مش من فراغ، ده لعيب اجتهد، لعيب عنده امكانيات عرف يوظفها صح، والمدرب بتاعه مارسيل كولر عرف يوظفها صح. مروان عطيه من اكتر اللاعبين اللي في اخر خمس ماتشات مثلا واخد اثنين رجل المباراه. طبعا ده مش من فراغ، ده لعيب متطور، لعيب بيجتهد، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا. لعيب زي ما انتم شفتوا امبارح الناس بتشبه الاسيست بتاعه بمودريتش. هو عنده امكانيات جباره، لعيب كوره كويس قوي، مع ان هو ديفندر بيدافع كويس قوي. ظهور مروان عطيه بمستوى مميز في المباراه سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي ده ادى الى ان هو رجل المباراه ومش للمره الاولى. مروان عطيه دخل في منافسه شرسه مع نجوم النادي الاهلي، بقى هو رقم واحد فيهم من اول ظهور ليه. دي حاجه عشان نكون فاهمينها يعني في النادي الاهلي مش سهله. اللاعب اللي بيحجز مكان ليه في التشكيل الاساسي بس للنادي الاهلي ده شيء مش سهل، ما بالك لما بيبقى بينافس كل مباراه على رجل المباراه. ده شيء يعني على المستوى الاستمراريه فيه كمان صعب، وعلى المستوى الفني انت صعب جدا ان انت تبقى في وسط الكوكبه دي من النجوم وتتميز ماتشين ورا بعض او كذا ماتش في الدوري. لا، حاجه عظيمه جدا. كل لعيبه الاهلي الحقيقه مميزين جدا وماشيين بشكل مميز جدا، ماشيين بتسلسل واضح جدا ان هم عايزين يوصلوا لهدفهم. ولكن مروان عطيه من اللعيبه اللي بتقدم موسم استثنائي، والموسم الاول ليه في النادي الاهلي مع عمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي يظهر هو بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. ده شيء يعني انا من وجهه نظر الشخصيه ده شيء مش عادي. اللعيب ممكن ياخد عشان يلعب اساسي بس في النادي الاهلي موسم، وفي لعيبه ممكن ما تلعبش. يعني مهما كان اسمه ومهما كان حجمه في الدوري المصري لما يجي النادي الاهلي ممكن ما يبقاش قد هيبه النادي الاهلي او قد جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو ممكن يخد اي لعيب، لكن مروان لا. انا بصراحه من الناس اللي لازم نشيد بيهم على المستوى الفني، على المستوى الاخلاقي ما تسمعش حسه زيه زي بقيه لعيبه النادي الاهلي اللي بقى لهم سنين. راجل عارف السيستم في النادي الاهلي، حاجه عظيمه جدا جدا يعني.